شايلة مهداة العريسين الغالية الناجي أحمد قايد العميسي وإياد أحمد الريدي، تهنئة مقدمة من جميع الأهل والأصدقاء. كتب كلمة الشاعر أبو حيد حمدي أحمد حسن العميسي، أدى الشاعر أبو العاص. رباه لنا قبال الياس بالثقاب عينك انفس، أدعيك في صهرة الناس وقره والله أحد. ما للثقافيك مقياس من راس الإنسان لسس، أن ترفع الضر والباس من فوق أمة محمد. جور البلاوات غطراس يا قوم والكبر نكس، أخترت من بعين واللول والماز والماس والورد والفل والند، اسطول من عطر باريس طيب العرس والتضاريس، جاب رجال النواميس اياد معنا اجي احمد. رباه لنا قبال الياس بالثقاب عينك انفس، ادعيك في صهرة الناس وقره والله احد. لكل جهزوا للتخامس يوم الخميس ليلة القدر، أسسهم العز تأسيس أشد من عرش بلقيس، يا الحاسدين العن إبليس وحط واليد باليد. رباه لنا قبال الياس بالثقاب عينك انفس، أدعيك في صهرة الناس وقره والله أحد. سم الرجال اشتهد في اشتهد. رباه لنا قبال الياس بالثقاب عينك انفس، ادعيك في صهرة الناس وقره والله احد. رجال فيها الشرسة والقبيلة والحماسة، احد قرون العماسة وجدها الكامل اسعد، وياد يسقي بكاسة ثم الفتن والنجاسة فطنة والكياسة كل الألاعيب تفسد. رباه لنا قبال الياس بالثقاب عينك انفس، أدعيك في صهرة الناس وقره والله أحد. الوضع حسب الدراسة وقف لحمدي حواسة، دجار جوراه وباسة حنين فرق باه الخواد، ذي له بقلبه فالغلا والسلاسة حطمني الغصن الأرغاد. رباه لنا قبال الياس بالثقاب عينك انفس، أدعيك في صهرة الناس وقره والله أحد. الشعب فاقد نعاسة في حرب كرسي وماسة، من حب كرسي الرياسة أعاثي بالأرض وافسد. سننا للشفاعة بذكر طه ونسعد. رباه